هسه الالكتروفورسز دي ان اي فراجمنت، هاي قطعه دي ان اي انجكتد يتم حقنها بالولات. احنا مو قلنا الالكتروفورسز بالتقنيات بولات مربعات صغار داخل الجلد، تمام؟ ولما نسوي كيورنت الكتريك تيار كهربائي على الجلد، تمام، الدي ان اي نيجاتيفلي، هذا الدي ان اي هو نيجاتيف سالب الشحنه، الدي ان اي تشارج، تشارج شحنه سالب الشحنه، اتراكت ينجذب تو ذا بوزيتيف اند، لان هاي الموجب اللي هي الانود، مو اتذكر هنا ما مكتوب ما لكم علاقه فيه، بس الدي ان اي سالب راح يروح للجهه الموجبه. اكو عندنا معلومه حلوه تقول الشورت دي ان اي، الدي ان اي القصير او القليل شبيه فاستر اسرع، راح ينفصل اسرع او موف يتحرك اسرع من اللونج دي ان اي، يعني الشورت راح يتحرك اسرع من اللونج. هاي معلومه جاهزه وحلوه وجاي خوش. والدي ان اي سبريت راح تنفصله اون بيسز على اساس شنو؟ على اساس الحجم، هاي تونا قلناها هم جدا مهمه خوش، تنفصله على اساس الحجم خوش. الخطوه الثالثه شنو؟ شوف الخطوه الثالثه شنو. اذا دي ان اي بيس قطع الدي ان اي ترانسميتد راح ننقلها بواسطه النايلون شيت، ورقه النايلون، تمام خوش. الخطوه الرابعه والخامسه اللي هي أدد إضافة الراديو أكتف اللي هو النشاط الراديوي، أو الكولورد بروبز، أو اللي هن ذني المسابير الملونة، بروبز مسابير كولور ملونة، تمام، تو ذا نايلون، هذا النايلون مو شنا خوش صار بيطه وطبع على الدي ان اي وشنا، أما نسوي بالراديو أكتف تنشيط الراديوي أو تلوين بالمسابير، تمام، على ورقة النايلون، مما ينتج بروديوز باترن أنماط، يعني أشكال كيل تسمى دي ان اي فينجر، هاي حكينا بصمات الأصبع خوش. إذن هاي الأنماط تجينا بالمرحلة الرابعة والخامسة ورا ما نسوي ذني شغلتين دي ان اي فينجر. ايتش بروبي كل هذا مسبار تيكس اون مال لقبي خوش. الخطوة السادسة، الخطوة السادسة مال دي ان اي فينجر، ذا فاينل دي ان اي فينجر برنت، الخطوة الأخيرة من فينجر برنت از بويلد باي يوزنج استخدام سيفرال بروبز مسابير متعددة من 5 إلى 10 مسابير في وقت واحد. راح تطلع لنا مسابير متعددة من 5 إلى 10 مسابير في وقت، مسبار مسبارين 3 4 5 6 7 8 9 وهكذا ماشي. هاي هيك يعني خاف اقول لك خطوه. البوليس الشرطه تستخدم هاي القضيه لحل الجرائم علاقه بها الموضوع خوش. نقلب برقه تحديد الاباء، طبعا هذا الشرح كله ما بي في اي يعني ما بي اي شيء حفظ، انه بس انه راح تحدد الاباء، انه الفادر تشيك نفحص وما اعرف شنو هنا شلون صار القضيه. هسه هاي الام وهاي وهذا الاب، هاي البنت تنتمي ذولا اي تنتمي، هذا متطابق هذا متطابق خوش، هذا متطابق. هسه هنا ما ماخذ شيء هي من الاب، ما له علاقه، هنا ما ماخذ شيء من الام عادي، هي ماخذه بالذن بكيفها، وهذا متطابق. اذا هاي بتهم هنا، هذا متطابق، هذا ما موجود، اذا هاي مو بتهم، هذا متطابق متطابق خوش، مو بتهم خوش متطابق. هاي يعني اعتقد هو ماخذ من الجد او شيء، فيعني هذا مو بينهم شيء لعنغر هالفرخ، هذا مو بينهم خوش. فهاي القضيه تنشس عذرا، هاي تنشس، هاي تنشس. هاي تشخيص الامراض الوراثيه او الاضطرابات الوراثيه، ديزوردر اضطرابات انهيرتد وراثيه، مثل من راح يقول لك الطيني امثله الهيموفيليا النزف مال النزف الوراثي، الزهايمر، السايكل سيل انيميا فقر الدم المنجلي، والثلاسيميا والماني اذرز واخريات خوش. اما الباقي كله تنشس، وهاي ايضا تنشس اوكي. وهنا عندك دراو باق العيوب او الاخطاء، كولكت سامبل جمع العينات، الهاي تمبرتشر درجه الحراره العاليه ديجريز راح تدمر الدي ان اي، البكتيريا الرطوبه، اخطاء الانسان، هنا اخطاء الجمع، هنا اخطاء الانسان مثل السنيز العطاس، انا ما اعرف السنيز عطاس لو شنو، امبروبر ستوريج الخزن الغير مناسب، امبروبر غير مناسب، فيلر فشل في ليبل في يعني عنونه العينه السامبل، يعني تكتب عنوانها الصحيح. هاي خلص خلصت هاي الجمله.